بشكر الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن نشأت طلعت والكابتن ندى أيمن. مشاهدينا من الصالة المغطاة للأمير عبد الله الفيصل أحييكم، محدثكم أسامة أبو زينة والوصف التفصيلي لمباراة النادي الأهلي المصري وساندوني من جزيرة رينيون في دور الـ16. كان هناك لقاءات عديدة من صباح اليوم، الجمعية الرياضية لولاية بجاية ومصنع الكحول الوطني الاثيوبي استطاع المصنع الوطني الاثيوبي فوز ب3 أشواط مقابل شوط، السجون الكيني والجمارك النيجيري ايضا 3 أشواط مقابل لا شيء، البنك التجاري الكيني واسك ميموزا الايفواري ب3 أشواط مقابل لا شيء، مايو كاني والكاميروني وناصرية بجاية الجزائري 3 أشواط أيضا مقابل شوطين، والزمالك المصري وسيسكم السنغالي 3 أشواط مقابل لا شيء. وتقام الآن مباراة الأهلي وساندوني من جزيرة ليون، وقدامنا لاعبات النادي الأهلي اليوم. قدامنا في البداية دعاء الغباشي، وقدامنا أيضا اللاعبة مي غزال، قدامنا اللاعبة زينة العالمي، قدامنا ليبرو الفريق ندى وليد، وقدامنا أيضا اللاعبة رقم 3 تيتيانا بوكان المحترفة. وبداية موفقة إن شاء الله لنجمات قدامنا في فرحة وبداية إن شاء الله من شوط أول من لقاء. أيضا على الناحية الأخرى ساندوني فريق عدد لاعبتهم قليلين، جوانيت رقم 2، سيسيليا رقم 4، بيران رقم 8، سيستين رقم 10، إكسوني كابتن الفرقة رقم 13، جواتين رقم 16، لواني رقم 20، وليبرو كورياليا رقم 14، وميرورا رقم 3، مدير فني مستر ديفيد. وقدامنا بداية شوط أول من عمر لقاء دور الـ16، فريق ساندوني لم ينالوا الحظ في الفوز بداية اللقاء. جهاز الفني لسيدات الأهلي الكابتن إبراهيم فخر الدين، الكابتن محمود الوزير، اللواء إيهاب حسن، كابتن محمد حسن، نادر نشأت مخطط الأحمال، الدكتورة هدير وحيد طبيب الفريق، الدكتورة ياسمين محمد أخصائي العلاج الطبيعي. بداية اللقاء وشوط مع سهيلة وفيق معدة الفريق، وإرسال واستقبال، وكرة بتتحط واللج من جنب إيد حوات، الصد من كابتن فرقة نادي ساندوني لاعبة رقم 13 بتعمل واللج بكرة بليس كده أو تب متسقطة من جنب إيد دعاء الغباشي وميرال قدامنا. بداية طبعا ميار خليفة، وكرة وإرسال واستقبال من دعاء، وكرة سريعة، وميار خليفة بتشوط كرة ولكن ما جاتش في إيد حوات الصد، تعتبر جت في إيد الشبكة واتحسبت طبعا بنقطة، ولكن كانت حاطة فيها إيديها اللعيبة رقم 10. 60-2 ساندوني لا شيء نادي الأهلي. استقبال ندى وليد، وكرة بتترفع باك وبتتشاط بقوة من دعاء الغباشي من مركز 2 بسنجل بلوك وحائط صد فردي، واللاعبة 60 رادريتش ان هي لعبة مركز 3 في ساندوني ان هي تضم بشكل جيد دعاء الغباشي. 1-2 سان داون وساندوني، وكرة قوية ودفنس اجمل من ندى وليد، ودعاء بتحط كرة، وسارة امين بتحط كرة من مركز 4 ركبها من اعلى نقطة من فوق حوات الصد بشكل جميل. سهيلة وفيق اهو بتحطها في مركز 6 بعيدة عن ايدين الديفنس وحوات الصد، الكرة بتتبلس والكرة تانية بتطلع جميلة، وما زالت سارة امين المتألقة بتشوط كور من مركز 4، تاني كرة بتعدل النتيجة 3 الاهلي ساندوني 2. والليبرو قدامنا طبعا كوراليا، وكرة وبتتشاط ودفنس ولا اجمل من دعاء، وتاني سهيلة وفيق بترفع كرة جميلة لسارة، والمرة دي بتشوط ندى آية
الشامي وكره تانيه ودفنس وخارج الملعب. طبعا عارفين ايا الشامي طبعا كانت مصابه ولكن رجعت بالسلامه من فتره وجيزه جدا، وبتحاول طبعا تدخل في جو المباراه. ايا الشامي لاعبه على مستوى عالي جدا، وياما يعني شفنا بطولات منها. ارسال في الشبكه من اللاعبه رقم 4 سيسيليا. ميار خليفه لعبت مركز 3 في صفوف النادي الاهلي، وارسال واستقبال وكره بتترفع وبتتشاط، ولكن حوائط الصد الاهلاويه مقفله بشكل جيد سواء مي غزال او ايا الشامي من اللاعبه بيران. وخمسه الاهلي 3 سان داوني. ميار خليفه وارسال واستقبال وكره جايه كده سهله وتاني، وكره بتتشاط او بتتحط برست الايد سهله جدا، يعني كانت ممكن تطلع ديفنس من ميار اهي. لغايه دلوقتي كل الكور اللي بتترفع الاستقبال ورا الخط الثلاثة متر، وارسال واستقبال من ساره وكوره قويه، ومي غزال بتشوط كوره جميله من جنب ايد حوائط الصد اهو، بعيده عن حوائط الصد. ايا الشامي وارسال قوي واستقبال وكوره بتترفع وبتتحط بتتبلس بشكل كده سهل من بيران، ولكن نقطة لسان دوني اهو، حطيتها من جنب ايد حوائط الصد ونادى كانت متوقعة بس الكرة ما طلعتش. خمسة سان دوني 6 النادي الاهلي على الارسال، وارسال قوي واستقبال وكرة وبتتحط كرة، شايفين سهيلة وفيق بتشد الكرة سريعة في مركز 4 اهو، تايمينج سريع. وطبعا ساره الامين، ساره امين بتحط الكوره بريست ايديها من جنب ايد حوائط الصد. 7 الاهلي 5 سان دوني، واستقبال الكوره بتيجي وبتتشاط وتفنس من ايه، وبترجع تاني وتاني كوره بتتسقط بشكل جميل من دعاء الغباشي. حط كرة كده ماشية على نت الشبكة، كانت ممكن تطلع بره ولكن الحمد لله نزلت في الملعب. سارة أمين على الإرسال، إرسال وكرة وبتخبط في نت الشبكة، ونقطة لفريق الأهلي 9 الأهلي 5 سان دوني. وأول تايم أوت بيجري المدير الفني لفريق سان دوني السيد ديفيد، يعني في شكل في الملعب من خلال كور سريعه بتترفع من سهيله وفيق، سواء السريع ما بيتلعبش من قدام السنتر، بتمشي الكوره شويه بتدخلها سواء مي غزال او ميار ما بين مركز 3 و4، و بتخلخل حوائط الصد في فريق سان دوني. ما زالت ساره امين، ارسال وكوره وبترجع تاني سهله في ملعب الاهلي، وتاني وكوره سريعه ومن مي، وبترجع تاني بتتشاط وبتتحط. وايه الشامي وكوره برضو المره دي بتشوطها مي غزال بشكل جميل من مركز 3، اللي مصممه سهيله تديها الكوره السريعه بتشوطها في الملعب. 10 الاهلي 5 سان دوني. ارسال تاني ساره امين والكوره بتترفع، وتاني مفيش حلول غير مركز 4، وبترجع تاني بتفنس ودعاء بتعدي كوره، والمره دي بتيجي سهله وبتتحط تاني. بصوا كرة بتتحط بليس في اخر الملعب سهله من جواتين، وكوره بتشوطها دعاء الغباشي في من مركز 4 في مركز 5 اهو،
محطوطة بشكل جيد جدا، ما تقدرش تعمل لها حاجة اللاعبة كوريال ليبرو فريق ساندوني، وكرة تانية وجواتين وكرة، وشايفين قد ايه الاستبسال من دعاء وندى، وكرة بترجع تاني سهلة، ولعب بدائي جدا، وكرة طبعا بتتشط من مي غزال سريعة قوية بتشوط يمين وشمال بشكل رائع. كرة في مركز بتشوطها من 3 في 5 زي اللي ما شفناها الكرة اللي فاتت، والكرة دي بتتشط من 3 في 1، وفي سلاسة في الأداء وطايم أوت تاني بيجريه المدير الفني لفريق ساندوني. طبعا علشان النتيجة ابتدت الفارق ابتدى يكبر 12-5 لفريق النادي الأهلي. توجيهات المدير الفني الكابتن إبراهيم فخر الدين لمي غزال لدخولها من نص الملعب، لازم تاخد مساحة ما بينها وما بين الشبكة عشان تقدر تحط الكرة يمين وشمال وتخلي الكرة قدامها. سارة أمين، إرسال سارة وإرسال خارج الملعب. 6 ساندوني، 12 النادي الأهلي. إرسال مع اللاعبة بيران، وإرسال استقبال من ندى، وكورة ودعاء بتشوط بقوة بسنجل بلوك وما بتضمش لعبة مركز 3 في حوائط الصد، عشان لازم تأمن مع مي وما لحقتش إن هي تروح لمركز 4. 13 الأهلي، 6 ساندوني. مي غزال وإرسال قوي وجميل وسريع، وكرة تانية بترجع بتشوطها دعاء الغباشي كونتر أتاك، ولكن الديفنس طبعا متدربك في صفوف ساندوني اهو، بالرغم ان الليبرو طلعت الكوره وبعديها الاثنين لعيبه سابوها لبعض. تاني مي، كوره تانيه وبتترفع وبتتشاط من اللاعبه جواتين في ايد حوائط الصد، ونقطه مباشره. 7 ساندوني، 14 النادي الاهلي. جواتين ارسال من اعلى واستقبال من سارة امين، وكرة سريعة وبترجع تاني، ومازال الكرة بتتحط في ريست الايد في البلوك وبترجع، وآية بتشوت كرة من 1 بتعديها كده، واللج اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت من اللاعبة جواتين، ونقطة اهي قدامنا عملتها في بداية الشوط الاول، ودي تاني كرة تعملها. جواتين وإرسال ونادى بتستقبل، وكرة سريعة ودعاء بتعديها بالعافية وبترجع تاني، وكرة قوية من اللاعبة جوانيت، وكرة بتتسقط، وآية تاني، ودعاء بتشوط كرة والديفنس حاضر، وفي رالي كورتين، والكرة دي قوية بتشوطها اللاعبة رقم 2 جوانيت من مركز 4 بقوة من جنب ايد حوائط الصد اهي قدامنا، والديفنس دعاء حطت ايديها فيها كده. 9-14 وما زالت اللعبة رقم 16 جواتين، وكرة تانية بتشوطها ميار خليفة، ولكن تحس ان مش في عدلتها كده. 10 ساندوني، 14 الأهلي. وما زالت اللاعبة جواتين على الإرسال، وإرسال قوي واستقبال وكورة ودعاء بتحط كورة من 4 في 4 بشكل جيد جدا، بتعدل بيها النتيجة 15-10. طبعا حوائط الصد اللاعبة ريكسوني كابتن الفرقة رقم 13 فتح الملعب بشكل واضح.
سايله وفيق وبتسقط كوره وكوره تانيه بتيجي وبتتشط بقوه من دعاء وبترجع تاني وبتتحط بريست الايد اللاعبه رقم اتنين جوانيت من اربعه في اربعه بتيجي في ايد ندى وخارج الملعب. عشرة خمستاشر تاني ريكسوني وارسال واستقبال وكرة بتتشط من آية من دعاء الغباشي عفوا ولكن فيها كلام قوي طبعا. احنا انا الواحد عينه راحت مع الحكم زهرة ولكن هو شايف اكتر حسبها خارج الملعب بالرغم ان دعاء حطها في يعني مشكوك في امرها. ارسال واستقبال وندى وايه ايه الشامي بتشوط كوره قويه من مركز اربعه اهي قدامنا كوره قويه وسريعه بتحطها من اربعه في واحد بشكل ممتاز 16 12. الغباشي على الارسال وارسال واستقبال وكوره والولج وبترجع تاني من اللاعبه 60 رقم 10 وفي تقفيله جيده جدا من حوائط الصد وشايفين نهال جمال طبعا نازله في الديفنس وكوره تانيه وبتتشط بقوه من اللاعبه جوانت ولكن حوائط الصد آية الشامي قافلة الملعب بشكل ممتاز هي وميار خليفة اهو لوك من آية اكتر من رائع و ارسال مع اللعيبة رقم اربعة سيسيليا ارسال قوي واستقبال ممتاز وكرة بتشاط من ميار بشكل جيد وتفنس والاجمل وتاني حائط صد من اللاعبة آية الشامي وميار خليفة واللاعبة جوانيت بتشوط الكرة والاتنين مركزين في حوائط الصد بشكل جيد جدا سواء آية او ميار. 19 الاهلي 13 ساندوني وميار خليفه على الارسال ارسال واستقبال وكوره بتيجي بتتحط سهله وتاني كوره بتتشاط من مركز خمسه في ديفنس ما بتطلعش بسهوله بالرغم ان الكوره انا شايف ان هي سهله هي متاخره ورا شويه جوانيت واستقبال وكرة وآية المتألقة بتشوط كرة بقوة من مركز اتنين بترجع وبتاخد ثقة مهمة جدا لآية الشامي بعد الإصابة بعد رجوعها. 20 الأهلي 14 ساندوني و ارسال آية الشامي واستقبال وكرة جاية سهلة جدا او ممكن ما ترجعش رجعت وبتخش بقوة مي غزال من مركز ثلاثة بتتشاط بقوة من اهو شايفين دخلة نموذجية ومستنيه الكره لغايه لما توصل على راس المعده وهي في الهواء بتحطها بقوه وتغيير اعتقد اهو قدامنا وكره خارج الملعب بتنزل لاعبه رقم 11
كره تانيه واستقبال، وساره امين بتشوط كره بالرغم ان هي كانت واقعه ورجعت تشوط تاني كره لحقتها بقوه في حوائط الصد وخارج الملعب. شايفين اهي واقعه اهي، قامت اهو دي الخبره، وتروح شايطاها بقوه في ايد حوائط الصد وخارج الملعب. 22 الاهلي 15 صندوني، وكره تانيه وديفنس اجمل من ساره، والمره دي ايه بترجع بكوره وحائط صد وديفنس ولا اجمل، وبتتحط سهله وبترجع تاني. وساره شايفين الديفنس بصراحه بشكل جيد، شاطت كوره من سته وحصل حائط صد ونزلت تطلع الكوره، ولكن اهو محطوطه في حوائط الصد ونازله تلمها تاني، ولكن حصل دربكه كده والكوره ما طلعتش. 16 22 وجماهير الاهلي كلها مشتعله في المدرجات علشان الفريق ان شاء الله باذن الله يتخطى دور ال 16، والادوار اللي جايه هتبقى مهمه جدا. ارسال واستقبال وكوره وبترجع، وايه الكوره اوت اوف سيستم بتحطها من مركز واحد في مركز خمسه، والتاني حائط صد جيد من مي غزال وسهيله، وكوره بتحاول تحطها اللاعبه رقم 11 من اربعه عايزه تسقطها في زاويه الملعب كده في الاخر، ولكن بتيجي منها خارج الملعب. 23 الاهلي 16 صندوني اهو عايزه اهي تسقطها، طلعت منها خارج الملعب. ارسال واستقبال وكوره ومن سته وتفنس من ايه ولا اجمل، وبترجع تاني. ودعاء دعاء الغباشي بتحط كوره من مركز اربعه جميله جدا في اخر الملعب في مركز سته ما بين واحد وسته بشكل جيد وممتاز اهو جوه الملعب. 24 الاهلي 16 صندوني، وارسال قوي الكوره بتيجي، والمره دي بتسقط كوره لساره امين بعد ارسال قوي طبعا قدامنا في المقصوره السيد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، السيد محمد الضماطي عضو مجلس اداره نادي الاهلي، وارسال خارج الملعب. و25 17 في بدايه شوط اول متالق في لاعبات الاهلي بشكل جيد. 25 17 في الشوط الاول، وباين جدا وظاهر مشوار النادي الاهلي في المجموعه. وزي ما شفنا مشوار النادي الاهلي وترتيب مجموعات بطوله افريقيا لسيدات الكره الطائره، رقم 37 المجموعه الاولى الاهلي المصري 6 نقاط، السجون الكيني 3 نقاط، ناصريه بجايه الجزائري بدون نقاط، وايضا المجموعه الثانيه الزمالك المصري 9 نقاط، مشعل بجايه الجزائري 6 نقاط، المصنع الوطني الاثيوبي 3 نقاط، اسك ميموزا الإفواري بدون نقاط، الأنابيب الكيني 9 نقاط، مايو كاني الكاميروني 6 نقاط، وسيرفيس النيجيري 3 نقاط، وسانت دوني بدون نقاط. البنك التجاري الكيني 9 نقاط، المجموعة الرياضية لولاية بجاية 6 نقاط، ليتو الكاميروني 3 نقاط، وسوكين السنغالي بدون نقاط. مستر ديفيد عمال يدي تعليماته وتوجيهاته، ولكن طبعا فارق المستوى واضح جدا ما بين النادي الاهلي بنجومه اللي بيلعبوا، يعني فارق مهاري واضح ما بين صندوني و
النادي الأهلي. هناك مباريات يعني هتبقى قوية ومهمة، بتقام الآن مباراة مشعل دجاج جزائري وليتو الكاميروني على صالة الشهداء، وبتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل مباراة الأهلي وساندون. توجيهات من الجهاز الفني متواجد كابتن ابراهيم فخر الدين، كابتن محمود الوزير، ومحمد حسن للاعبات، وايضا هناك يعني تشجيع من لاعبات ساندوني للعب وتقديم مستوى واداء. بداية شوط تاني من لقاء النادي الأهلي وساندوني من جزر يون، وهنشوف في ثبات في تشكيل صفوف الأهلي، إلا إن دعاء الغباشي بدلت مع سارة الأمين، سارة أمين، وموجودين زي ما هم لاعبات الأهلي زي ما ابتدينا في الشوط الأول. والإرسال مع اللعيبة رقم 2 جوانيت لاعبة فريق ساندوني، بتلعب ارسال سبايك كده واستقبال من ساره، والكوره ساره بتحط الكوره الباسكت جايه من اعلى نقطه بشكل ممتاز من مركز 2، بتحطها في الملعب ما بين 5 و6 بشكل جيد اهو قدامنا بحوائط صد غير ملتزمة. وكرة تانية وإرسال من سارة، التشاط من اللعبة رقم 8 بران، وبترجع تاني اللعبة بران بتحط الكرة المرة دي من مركز 2 في مركز 5، بتيجي في ايد دعاء وخارج الملعب اهو، ونهال جمال جابوا الفريق ما تعملهاش حاجة. إرسال تاني من اللعبة 60 رقم 10، وارسال واستقبال وكوره، وبتتشاط المره دي قويه جدا من اللاعبه ميار خليفه اهي قدامنا بشكل جيد وملحوظ من اعلى نقطه، 2 الاهلي 1 ساندوني. ارسال مع ميار، ارسال في الشبكه، اتنين اتنين، ارسال تاني واستقبال وكرة، وآية الشامي بتسقط كرة بشكل جيد جدا من فوق حوائط الصد، ومفيش طبعا ديفنس اهو بعيدة في مسافة طويلة ما بين الليبرو وما بين حوائط الصد، وطبعا ارسال قوي من آية ولكن خارج الملعب. وطبعا شايفين تيتيانا بوكان المحترفة مريحها الكابتن إبراهيم، وندى حمدي أيضا خارج الملعب، جواكين وإرسال واستقبال وكرة قوية بتشوطها دعاء الغباشي بقوة من مركز 4 بشكل جيد جدا،
اهو نط فوق وشايطه الكوره من اعلى نقطه، وتاني ارسال واستقبال وكوره تانيه وتفنس ولا اجمل، وكوره بتيجي والمره دي ساره تحط كرة برست ايديها بشكل جيد، وتاني بترجع والمتالقه مي غزال بتشوط كوره سريعه سهيله ممشيه قلب الملعب بشكل جيد جدا، ارسال واستقبال وكوره بتيجي تاني قويه في حوائط الصد، وشايفين دعاء وتفنس ولا اجمل، ومي غزال كلمه السر هي وميار خليفه الاثنين بيلعبوا من نص الملعب بشكل جيد جدا، وكور من اي مكان بتزقها سهيله وفيق في ايديهم بشكل ممتاز، دعاء وكره قويه بارسال قوي بتستقبله اللاعبه جواكين، ولكن معدة الفريق اللاعبه رقم اربعه سيسيليا بتسقط الكوره خلف حوائط الصد كده اهو، ما تقدرش تعمل لها حاجه نهال جمال، وكوره تانيه من ساره الامين بتشوطها قويه من مركز اربعه في مركز خمسه قدامنا بتحطها قدامنا يعني في نص في قلب الملعب، ده دليل ان في مشكله في حوار الصد لفريق سان دوني، وارسال قوي واستقبال الكره بتترفع وجايه سايبه في الملعب، ولكن الكره خارج الملعب طبعا. تايم اوت سان دوني طبعا، تايم اوت بجري المدير الفني مستر ديفيد علشان نتكلم مع الفريق. 8 الاهلي 4 سان دوني. من مي غزال وسيسيليا معدة فريق سان دوني على الإرسال، وإرسال خارج الملعب محدش أحسن من حد، إرسال من هنا وإرسال من هنا، سهيلة وفيق سهيلة واستقبال، الكرة هتيجي سهلة في الملعب اهي بتتسقط وتفنس ولا اجمل، وبترجع تاني وآية بتحط كرة كده من اعلى نقطة، وتاني الكرة بترجع وعايزة تتشاط ولكن فيها شك كده، والكرة بتيجي سهلة وتفنس و يعني حركة سريعة شوية، ما لحقتهاش سهيلة، قدامنا تاني جوانيت وكرة قوية من سارة أمين بتشوطها من مركز اتنين في مركز خمسة بتديها لها سهيلة سريعة وماشية، وسارة تجيب الكور دي برست ايديها بتحطها في الملعب في المكان اللي هي عايزاه، وكورة تانية وبتترفع وبترجع وتفنس ولا أجمل، وآية الشامي وبتحط كورة وتفنس من هنا وتفنس من هنا، وشايف الكورة المعدة سيسيليا الكورة بتمشي على ايديها شوية ولكن
يعني الحكمة معدية الأمور دي، تعتبر دي تاني كورة. و 11 الأهلي 6 ساندوني، وإرسال صالح أمين، واستقبال وكورة سريعة بتتسقط وتفنس ولا أجمل، وبترجع تاني، ودعاء بتحط كورة جميلة في إيد اللاعبة بيران وبتبقى خارج الملعب في حائط صد، شافت ايديها وحطت الكره في ايديها وبتيجي خارج الملعب. 12 الاهلي 6 ساندوني. تاني ارسال الكره جايه سهله وتفنس من ساره، وكره تانيه، وايه المره دي بتشوط كره قويه وبتطلع ديفنس وبترجع تاني وتاني، وايه وبتاخد ثقه كده، وكره في الزاويه وكره في الخط، وتاني مره وتفنس من سهيله وبترجع، وكانت عايزه ترفع، وتاني كوره، ولكن المره دي ايه الشامي مركزه في حائط الصد بشكل جيد، قافله الملعب. 13 الاهلي 6 ساندوني، وتاني تايم اوت بجريل المدير الفني لساندوني. ديفيد قدامنا، وفي طبعا توجيهات للكره اللي فاتت دي من اللي هيرفعها، وعلى الناحيه الثانيه او الجهه الاخرى شايفين السيد ديفيد يعني بيتكلم بشكل قوي جدا مع فرقته، وبيحاول يدي تعليماته. ولكن فارق المستوى الفني واضح جدا ما بين لاعبات الاهلي وساندوني. ارسال مع ساره امين، ارسال واستقبال، الكره بترجع وبتتجاب وماشيه، ودعاء بتسقطها وبترجع تاني. هنشوف الكره دي يحصل فيها ايه، وتفنس جميل، وكرة مزنوقة شوية ولكن بتتجاب اللاعبة جواتين شبكة من مركز 4، وهي كانت مسقطاها آية أهو. آية بتحب الكرة تبقى عالية شوية عشان تاخدها من أعلى نقطة. إرسال واستقبال، وكرة تانية جاية أهي سهلة في الشبكة، في الشبكة بتعدل بيها النتيجة لصالح النادي الأهلي. 15 الأهلي 6 ساندوني أهي. إرسال تاني من المتألقة، وكرة بتيجي بتشاط، طمعت فيها دعاء عايزة تحطها تحت رجلها، بتيجي في نت الشبكة وداخل ملعب ساندوني أهي. ما زالت سارة أمين على الإرسال، وإرسال مميز ولكن المرة دي في الشبكة. شايفين طبعا محرك الملعب بشكل جيد بإرسال واستقبال، وكرة بتتسقط وبتيجي سهلة، ومهام كل لاعب داخل الملعب مش عارف مهامه داخل ساندوني. في فارق مستوى وفي فارق اهو كفر ما بين الديفنس و الضرب وحائط الصد، وارسال تاني واستقبال، وكره جايه سهله، و ساره بترجع الكره بشكل ممتاز، والمره دي كرة قوية بتشوطها دعاء بقوة من مركز 4. في تحريك للاعبات الفريق النادي الاهلي، شفنا سهيلة النهاردة واخدة مساحة جيدة وبتأدي اداء جيد، وايضا آية بتحاول ترجع طبعا، و
عندنا مي غزال ودعاء الغباشي وساره امين بصراحه متالقين. كره بتحطها دعاء الغباشي من جنب ايد دران وارسال تاني واستقبال وكره ماشيه وتحس ان هي دبل شويه وكره المره دي قويه جدا بتشوطها دعاء الغباشي من مركز اربعه من جنب ايد دران في مركز واحد قدامنا لعيبه رقم 8 واعتقد في هتطلع اللعيبه بيران اللي اتشاطت من جنبها الكوره وتنزل اللعيبه رقم 11 اللاعبه كروالين وارسال تاني واستقبال وكوره وبتتحط وتفنس ولا اجمل والمره دي الكوره السريعه المعتاده داخله معاها مي غزال رفعتها لها اتشاطت حطيتها كده اهو مي زحلقتها بايديها بشكل جيد ما تعرفش تعمل لها حاجه سيسيليا عشان واقفه بعيد عنها. ميار خليفه 21 الاهلي 7 سندوني وكوره ثانيه وكوره بتتشاط وتفنس ولا اجمل وايه المره دي بتشوط كوره قويه من مركز 2 بتيجي في ايد بتطلع اللاعبه رقم 4 في صفوف النادي الاهلي دعاء الغباشي وبتنزل اهي وبتنزل اللاعبه زينة العالمي وارسال وخارج الملعب وده مهم جدا اللاعبه كلهم بيدخلوا في مود المباريات والبطوله بشكل جيد من خلال الروتيشن اللي معمول في صفوف النادي الاهلي وارسال واستقبال وكوره والمره دي كوره من 4 وزينه بتشوط اول كوره ليها بتشوطها بقوه وتفنس يعني كوره كده بتيجي في الديفنس وخارج الملعب اهي لاعبه لواني بتلعب من مركز 4 بتشوط الكوره من مركز 4 في الخط وارسال تاني واستقبال والمره دي زينه بقى بتشوط كوره قويه جدا في مركز 1 والمره دي بتروح على اللعيبه رقم 2 جوانيت بتطلع ديفنس من زينه بشكل جيد وبتترد كوره قويه لواني بتحط كوره تانيه من جنب ايد حوائط الصد من مركز 4 في مركز 1 بتعدل النتيجه 10 ساندوني 22 الاهلي. ارسال تاني واستقبال وكوره المره دي السريعه قويه من مي وبترجع تاني والمره دي حوائط صد مقفله بشكل جيد و 23 الاهلي 10 ساندوني. وآية الشامي ارسال قوي واستقبال وكوره واللج المعتاده مع اللاعبه ريكسوني ولكن جايه ماشيه وكانت مستنياها زينه العالمي بشكل جميل. 24 النادي الاهلي 10 ساندوني. تاني ارسال واستقبال وكوره من 4 وبتتحط بقوه من اللاعبه الواني اللي نزلها في الشوط الثاني وبتشوط من مركز 4 بشكل جيد. 11 ساندوني 24 الاهلي وما زالت اللاعبه الواني على الارسال اهي ارسال قوي واستقبال ولا اجمل وكره سريعه والمره دي بتتحط بقوه من زينة العالمي من مركز 4 في مركز 1 لتنهي الشوط الثاني 25-11 من جنب ايد اللاعبه سيسيليا وعده فريق ساندوني وبينتهي الشوط الثاني 25-11. لا 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 مزنوق.
طبعا بعد انتهاء الشوط الثاني في طبعا الجهاز الفني لسادات طائره الاهلي بتحدثوا مع بعض كابتن ابراهيم فخر الدين وكابتن محمود الوزير. طبعا في النسب والاحصائيات وتغيير اللعيبه والامور هتمشي ازاي في الشوط الثالث. في بالنسبه للمشاركات شفنا الزينه العالمي نزلت مكان دعاء وبتأدي بشكل جيد، وايضا على الناحيه الاخرى حسام دوني المدير الفني بيتكلم مع فرقته بشكل قوي. طبعا لقطة جميلة جدا من اللاعبة تيتيانا بوكان مع عم خميس، وطبعا بيتكلم في حوائط الصد مستر ديفيد على ازاي حوائط الصد تبقى مقفلة الملعب وتقدر ان هم يبقى فيه تركيز في نواحي الكفر. وقدامنا الداتا والمعلومات والاحصائيات طالعه واضحه جدا في صفوف النادي الاهلي. شوط ثالث بيبدا ما بين النادي الاهلي المصري ونادي سان دوني، ونتيجه ابتدت 25-11 و روح جميلة داخل نجمات الأهلي. في كده تركيز هل هيبدأ بنهاية الشوط الثاني المدير الفني سان دوني بنفس اللاعبات ولا هيتم تغيير التشكيل؟ طبعا زي ما انتهى النادي الاهلي في الشوط الثاني بنجماته هيبتدي شوط ثالث بنفس النجمات اللي انتهى بيها الشوط الثاني. زينه العالمي موجوده هي وساره امين وسهيله وفيق مع ايه الشامي و مي غزال وميار خليفة. أيضا سان دوني بيبتدي شوط ثالث بنفس التشكيل اللي انتهى بيه الشوط الأول الشوط الثاني، ومثبت اللعيبة رقم 11 مكان اللاعبة جواتين، وقدامنا اهو وتم تغيير الليبرو نزلت ميرورا. ومن قليل انتهت مباراة مشعل بجاي جزائري ووليتو الكاميروني بفوز ليتو كاميروني 3 أشواط مقابل 2 في صالة الشهداء في المباراة التي كانت تقام منذ قليل. وأول إرسال يعني بقى أول إرسال دلوقتي مع اللاعبة رقم 10 60، وإرسال واستقبال وكرة بتيجي سهلة وبتعدي ملعب سان دوني، وكرة تانية ومركز 4 وكرة قوية بتشوط ولكن حائط صد من ساره امين و
اللعيبه مي غزال قافلين الملعب بشكل رائع. اهي اللعيبه رقم 11 كورير كوره وارسال واستقبال وكوره ثانيه وبتتسقط وبترجع تاني وفنس ولا اجمل وكوره وايه المتالقه بتشوط كوره قويه جدا في حائط الصد اللاعبه ريك سوني وبتيجي في ايديها وداخل ملعبها اهو بكوره قويه. ايه الشامي والارسال مع ساره امين وارسال وكوره وبتتشط وتفنس ولا اجمل وبترجع تاني وايه بتشوط كوره تانيه وفي حوائط الصد والمره دي مي غزال بتشوط كوره قويه وحوائط صد ودفاع وفي رالي كورتين كده مهمين وكره بتتسقط من زينه وبترجع تاني سهله وايه قدامنا وتاني زينه المتالقه بتشوط كوره قويه في ايد اللاعبه بيران وخارج الملعب بتعدل بيها النتيجه 3 الاهلي 1 ساندوني. قدامنا اهي زينه ارسال قوي وكره جايه سهله واستقبال غير موفق وتاني ايه وكره سريعه ومي غزال بتسقطها وبترجع تاني وكره بتتشاط قويه من اللاعبه رقم 11 كوريل ولكن خارج الملعب. ما زال الارسال مع اللاعبه ساره امين 4 الاهلي 1 ساندوني وساره وارسال قوي واستقبال وكره جايه سهله وما وصلتش الكره نزلت في نت الشبكه في قلب الشبكه وطبعا واضح ارسالات ساره امين في شوط ثالث قوي والاستقبال واضح ان هو فك تماما من ساندوني وارسال ثاني وكوره بتتشاط من اللاعبه رقم 8 بيران وفي ايد حوائط الصد مش متوقعة اهي كرة عالية وحوائط الصد كانت المفروض تقفل اكتر من كده وبيران قدامنا على الارسال رقم 8 وارسال واستقبال وكرة بتعدي وسهلة جدا ممكن كانت تطلع ويتعمل عليها كفر يتعمل عليها هجمة اهو 3-5 وكرة تانية وآية بتشوط كرة قوية وبترجع تاني وتاني آية المتألقة وكرة تالتة ودفنس ولا أجمل وآية بتشوط المرة دي كرة قوية في إيد الدفنس وخارج الملعب أهو مرجحة وطلعة وشيطة ما شاء الله 6 الاهلي 3 ساندوني وارسال واستقبال الكره الولج اللي بتتعمل كل شوط مره وكره تاني بريكسوني وكره تانيه بتتسقط من اللاعبه سيسيليا في نص الملعب في قلب الملعب بتعدل بيها النتيجه 4 ساندوني 6 النادي الاهلي ارسال وخارج الملعب من اللاعبه كوريل اللاعبه الرقم 11 في تغيير بتطلع كوريل وبتنزل تاني جواتين اللاعبه رقم 16 وايه الشامي على الارسال وارسال وكوره بتعدي وزينه بتعديها بشكل جيد وتاني مره بتعدي الكوره وسهيلة والمرة دي كرة خارج الملعب بيحاولوا طبعا يبقى في قتال من ساندوني على الكرة
لكن كنترول الكرة عند سان دوني مش على درجة عالية. ريكسوني على الإرسال، وإرسال طبعا آية كان قوي خارج الملعب، وإرسال تاني من ريكسوني خارج الملعب كابتن فريق نادي سان دوني، والإرسال دلوقتي مع زين العالمي. وزين على الإرسال، إرسال قوي واستقبال وكرة تانية وبترجع وبتتحط وبتطلع ديفنس ولا أجمل، وتاني وسارة بتشوط كورة بشكل جيد جدا من مركز أربعة، بتسقطها برست إيديها بشكل جميل ورائع. تغييرات طبعا، وتايم أوت بيجريه المدير الفني سان دوني بعد 10، الأهلي 5 سان دوني. تايم اوت لسان دوني، وتوجيهات من المدير الفني للنادي الاهلي للاعيبه ميار صحوات الصد تحديدا. وتاني ارسال زينه، ارسال قوي وبترجع تاني، وكوره كونتر بتشوطها بقوه ميار خليفه من مركز ثلاثه في حوات الصد بارسال جيد من زينه قدامنا اهو. استقبال، كرة بتعدي وبتتشط بقوة، و ارسال بيضيع. اللاعبة رقم بيران رقم 8 في الخارج، والواني نزلت مكانها واستقبال، وكرة بتتسقط وتفنس بيجي، وكرة تانية بتتشاط وتفنس تاني، وبتتعلق كرة كده وبترجع سهلة، وتاني كرة من أربعة وجوانيت وبتشوط كرة قوية وبترجع، وأيضا في لخبطة في صفوف سان دوني، وكرة تانية المرة دي سريعة قوية جدا من جنب ايد اللاعبة ستين، وبتحطها بقوة ميار خليفة قدامنا، بتعدل بيها النتيجة 12-6. ميار خليفة وارسال واستقبال وكرة وبتترفع وبتتحط كده وتفنس جيد من ميار، وكرة بترجع تاني، وسارة الأمير بتشوطها، ولواني بتحط كرة ولكن في الشبكة من لعبة مركز أربعة في فريق سان دوني. أهي اللعبة اللي لسه نازلة حالا لواني، وما زالت الإرسال مع ميار خليفة، إرسال ميار وكورة واستقبال وبتترفع وبتتسقط، وحائط صد جيد مقفل الشبكة سارة أمين واللاعبة مي غزال بشكل رائع. تاني تايم أوت بيجري المدير الفني لفريق سان دوني مستر ديفيد علشان يوقف الهجوم الواضح من صفوف النادي الأهلي. وعلى النقيض الجهاز الفني لسيدات طائرة الأهلي بيحاولوا يتكلموا مع اللاعبين في توجيهات، سواء في حوارات الصد، في الرفعة، في اتجاهات الضرب، في حاجات كتيرة جدا بيتكلموا فيها.
الثاني بيحاول ينظم مين اللي موجود ومين اللي قاعد على الدكة ومين اللي هيقعد ورا. ارسال واستقبال وكرة وبتتشط بقوة وحائط صد تاني وبترجع تاني وبتتسقط كده من جوانيت وكرة، والمرة دي زينة العلمي بتضرب كرة من ستة رائعة وبترجع تاني. اللاعبة الوانية بتشوط وديفنس والأجمل، وسارة الأمين المتألقة بتحط الكرة برست ايديها، ربنا يحفظهم جميعا بقوة اهي في حوائط الصد، وبتنزل الكرة في الملعب. وارسال ميار خليفة واستقبال وكرة تانية وبترجع تاني وتفنس ولا اجمل، وبتتعلق وبتتحط من مركز واحد للاعبة آية الشامي، بتيجي في ايد حوائط الصد وبتنزل الكرة بشكل جيد جدا اهو. اللاعبة 60 طبعا مش قافلة الملعب بشكل جيد، وما زال الارسال مع ميار خليفة. ميار ارسالها سريع، تلعب ارسال سريع، فلوتر بشكل جيد، وفي طبعا ما بين الحكم الاول والحكم الثاني في كلام. ميار خليفة وارسال واستقبال وكرة تانية بترجع، والمرة دي الكرة السريعة من المتألقة مي غزال اهو. بصراحة سهيلة وفيق رفع النهاردة في الثلاث اشواط دولت ما يقلش عن 15 كرة مرفوعين سريع في ثلاث اشواط بشكل جيد جدا. في طبعا ما بين الحكم الثاني كلام، مش عارف الاعتراض على ايه، هل علشان خاطر اللاعبات محدش بيتكلم معاه في حاجه. ارسال واستقبال وكرة تانية وبتتحط وتفنس ولا أجمل، والمرة دي سارة وكرة قوية جدا وتفنس من ليبرو الفريق، وشايفين الكرة طالعة، والمرة دي من ستة بتشوط المتألقة زينة العالمي من مركز ستة بشكل رائع. كرة قوية وسريعة وتجيد الضرب من ستة بهذا الشكل. 16 18 الاهلي 6 ساندوني. وارسال واستقبال وكره سريعه، واول كره سريعه بتترفع من ساندوني وبكره وتفنس جيد وبترجع تاني اهو، وهنشوفها تعمل ايه. والمره دي اللاعبه جوانيت، ولكن حوائط الصد موجوده، وتاني ساره منتظراها وبتسقط سهيله وفي كره ممتازه وبترجع تاني وتفنس ولا اجمل، وعايزه تسقط كوره كمان، والمره دي كانت ايه ممكن تبقى قريبه، ولكن زينة العالمي شايفين مشوار جايه منين، تجيب الكوره من مركز سته بتجيبها بره الملعب من مركز اتنين، كانت ايه اقرب. وما زال الارسال مع اللاعبه تران، وارسال سبايك ونقطة مباشرة بتعدل بيها النتيجة. جوانيت اهي، بتلعب ارسال سبايك، ترمي الكورة وبتلعبه، وكورة واستقبال، والمرة دي وسارة يعني صراحة سهيلة رفعت كورة رائعة من ناحية اتنين كده، زقتها بشكل جيد على الخط، محطوطة يعني بريست ايد جميل من اللاعبة سارة امين،
تفيد اللعيبه اللواني وخارج الملعب. سهيل وفيق وارسال واستقبال وكوره بتترفع من اللواني وبتتضرب وتفنس ولا اجمل من ايه. وتاني كوره بترجع سهله مش كده، الكوره ماشيه والمره دي اللعيبه جواكين رقم 16 بتحط الكوره بقوه ولكن خارج الملعب. وسهيلة وفيق ما زالت على الارسال والكوره ولخفنه ما بين اللعيبه رقم 16 جواتين واللعيبه رقم ليبرو الفريق رقم 3 و 21 الاهلي 8 ساندوني. ارسال ساقط من سهيلة ترجع تاني وكوره بتتشاط بقوه من جواتين في حوات الصد. ايه الشامي واللاعبه مي غزال قافلين الملعب بشكل ممتاز ومفيش كفر في ملعب ساندوني. وتغيير هيبتدي يغير 22-8 فريق كبير. وكوره وارسال وكوره بتعدي وسريعه وبترجع تاني وساره امين بتشوف كوره قويه. طبعا طلعت اللاعبه جواتين ونزلت اللاعبه رقم 11 تاني كوريل. وقدامنا ساره بتشوف كوره من حوائط صد مفتوحه بشكل ممتاز. سهيله وفيق على الارسال 23 الاهلي 8 ساندوني وكوره وارسال واستقبال وكوره بتترفع وبتتعدى وتاني بترجع. والمره دي كوره بتترفع باك سريعه وآية الشامي بتشوطها بقوه وبترجع وكوره اوت اوف سيستم ممتازه من ساره الامين بتترفع وبترجع تاني بترفعها لها زينة العالمي. وكوره بقى المره دي بتشوطها بقوه اللاعبه مي غزال ورالي 3 4 نقط دخلنا في 5 نقط رايحه جايه لكوره بتشوطها اللاعبه رقم 20 لواتيني وفي ايد يعني من جنب ايد حوائط الصد كده اهي من فوق يعني ما تاخدش بالها منها سهيله وفيق. ونقطه 9 ساندوني 23 الاهلي وفي رالي ممتاز وارسال واستقبال وكره تانيه. والمره دي المتالقه ساره امين بتحط كره من مركز 2 بريست ايديها في مركز 4. شايفين الكره اهي تحت يعني تحت صعبه جدا من حوائط الصد. 24-9 وارسال واستقبال وكره بتتشاط وتفنس وكره بتشوطها قويه جدا اللاعبه زينه وبترجع تاني ملعب الاهلي وتاني زينه وديفنس ساره الامين اكثر من رائع. وايه الشامي بتنهي الشوط الثالث واللقاء 25-9 في كرة ممتازة من مركز 2 يعني ولا ليها ديفنس ولا ليها حائط صد لتنهي الشوط الثالث 25-9. وبكده مشاهدينا ينتهي مباراة النادي الأهلي وساندوني بثلاث أشواط مقابل لا شيء 25-17 25-11 25-9 و يصعد النادي الأهلي إلى دور الثمانية إن شاء الله. وهنشوف بإذن الله يعني الفترة الجاية مبارياتها تبقى قوية وفي تشجيع وتحية من لاعبات ساندوني. مشاهدينا بشكركم، كان معكم محدثكم أسامة أبو زينة والميكروفون مع الزميلة مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن نشأت طلعت والكابتن ندى أيمن.